ورحب بك بداية محمد. ضعنا في تفاصيل افتتاح هذا المركز الصحي ومركز العزل الصحي وكافة الأوضاع الخدمية داخل مناطق الواحات كافة. نعم، اليوم صباح اليوم أقيم حفل افتتاح للمركز العازل ببلدية شخرة بحضور المجلس التسييري، بالإضافة إلى إدارة الخدمات الصحية لمدينة جالو أوجلا وشخرة، بالإضافة إلى مدير شركة فانترس هال ليبيا، بالإضافة إلى الحقول النفطية الواقعة في نطاق هذه المناطق. هذه تعتبر الخطوة الأولى من قبل شركة فانترس هال أو الحقل أو الشركة الأولى التي قامت بدعم المجال الصحي في هذه المناطق. طبعا سعة هذا المرفق 20 سرير، 10 أسرة خاصة بالعنصر النسائي، بالإضافة إلى 10 أسرة خاصة بالعنصر النسائي لمجابهة هذا الوباء كورونا داخل مناطق الواحات، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية الفرعية الواحات وتجهيز بكافة المعدات والأسرة والخاصة بهذا في هذا المجال. طبعا رئيس المجلس التسييري لبلدية شخرة أثنى على هذه الخطوة، متمنيا من باقي الشركات أن تحذو هذه خطوة، حذو شركة فانترس هال في دعم المجال الصحي سواء في مناطق الواحات بصفة عامة، كونها المناطق التي ينبع منها النفط ونستفيد منها سواء في أجار الحسن أو من خلال التنمية المستدامة لهذه مراسلنا بمناطق الواحات مصطفى القبوزي، كنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك، أشكرك جزيل الشكر.